شلون انت اليوم هذا؟ ليش يا رمضان؟ في كاليهاري الخطر في كل مكان. يبحث القتلة باستمرار عن الضحايا. والهجمات يمكن أن تأتي من جميع الجهات. تا الصحفي اللي بلا بطاقة، انت اللي ما كاش قانون يحميك، انت اللي تعيش في حبس بلا طاقة، انت اللي كيهضر تحشو الكرجليك. واش راهي الصحافة؟ كاش خبر؟ كاش معلومة شفافة؟ واش حوال البخس؟ واش راهم وكالين الجيفة؟ لي باترون ربوب الإشهار لي يديهم خامجين وقبايجهم منظيفة. انت الخاين، ايه انت عامل، انت لي شينت البلاد وطيحت سومة البرميل، انت لي رشيت الاعلام ورخصت ستيلو، تمول البروباغوندا ومول الشي تعطيلو. سمعت سمعنا، تلت سنين نافدة في الجزائر الجديدة. وين راهي العدالة؟ وين راه القانون؟ واش راهي العدالة؟ واش راه القانون؟ كاش تطبيق القوانين؟ قوانين الجمهورية، جمهورية بلا جمهور، شعبية بلا شرعية، ديموكتاتورية، الريع والميزيرية اللي تسجن لك الولاد وتبكي لك فاميليا. ديموكتاتورية، تهومة الخبرجية، دعموا الاستبداد وتموتوا على العبودية. مي غير صوت الشعب لي الحق وتكون سلطة رابعة، ماشي للشيتا خاضعة وفي الإشهار طامعة. الله يرحم لي ماتوا لي كتب حكايتو بدمو، وكاين اللي سلك عاشو بقاتلو تابعة. جيل جديد يجرد ويصور كل جمعة، ثلاثة خميس السبت ونزيدو لكم لا ربعة. والجالية بالحد تجهر في العالمية، سلمية سلمية حتى نجيبو الحرية بكل استقلالية. قيمنا المهنية تلقاونا في الميدان واجدين للتغطية.